إلى ذلك. ولعل من أبرز المبادئ التي تم التأكيد عليها في حزمة المبادئ الستة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب هو ضرورة التزام قطر بما جاء في اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي في 2014، وهو ما تخلفت قطر عن تنفيذه خلال السنوات الماضية. إليكم أبرز البنود التي وقعت عليها الدوحة ولم تلتزم بها.